من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمور منها. أخا فايمر صلى الله عليه وسلم وإترى تات بحنا شتبو تارغدو اجتماع الأمة، لابد أن نجتمع ولا نفترق. تارغ ويتحجم مع تخلر ويبوصل ناغ تحجم مع تخلر دبيق تلوش، لابد أن نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليهم. ويغوش قيت ديز بوخ وهينز بوصل ناغ فايمر تن صحاب شغوش ما قيت ترتحن، نكون أمة واحدة تح أمة ويخير يولش، نعبد رب واحد تحن دي الله عنه عبادة دي دوش، نتبع نبي واحد عليه الصلاة والسلام تحن فايمر انت عويد تحدو يردوش، قبلة واحدة تحقبلة وي شريعة واحدة تحشريعة تخل دي زوي، فلا بد أن نجتمع لا نفترق تحقوين تحدو غوشة تحن لا تر ديقة تلوش.